طيب انا بس عايزه اخش في قلب القرى وفي قلب المحافظات واسال الدكتور محمد. دلوقتي الناس ما عندهاش وعي خالص، تمام؟ يعني بيتجوزوا 14 سنه و13 سنه وفاكره ان هي كده بتسطر بنتها وبتعمل حاجه حلوه قوي، ماشي. عايزاك تشرح لهم، بس اشرح لهم بالبلدي، سيبك من الكلام المنمق اللي ما بنفهموش في الاخر ده. انا عايزه الناس دي تفهم، اللي يتجوز بنتها او يجوز بنته وهي صغيره في السن جسمانيا بتتأذي ازاي، جسمها بيتأذي ازاي، جهازها التناسلي بيتأذي ازاي. طيب مساء الخير الاول على حضرتك وعلى ضيوف زمان حضرتك في الحلقه، وبشكرك على الاستضافه وعلى ان حضرتك بتخشي في المواضيع دي من غير اثاره اعلاميه زي كتير يعني من التوكتيف اللي هم مشهورين بالاثاره الاعلاميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو موضوع الزواج المبكر كلنا بنشوفه في الشو يعني حتى في المستشفيات، حتى اللي ما عندوش عيادات والكلام ده كله خلاص. وبتيجي يعني الغريب انها مثلا تبقى البنت عندها 14 او 15 سنه وجايين يدوروا انها ما حملتش وبعد 4 أو 5 شهور. كارثه يعني يعني هل احنا على الدرجه دي من الجهل؟ كلمه البوبرتي او البلوغ اللي متعرفه عندنا طبيا يعني هي مش حتى ما تضمنتش ان البنت اناتوميكال او تشريحيا اصبحت انيس زي ما احنا بنحكم، او نزول الدوره او الكلام ده كله. لا يعني مكتوبه اصلا في الكتب الطبيه بتاعتنا انها فيزيكال ومنتال وسايكولوجيكال، يعني نفسيا وجسديا وعقليا حتى دي مكتوبه. ومثلا مش مدين معيار سني معين، المعيار الوحيد اللي مكتوب للسن هو التغيرات الجسمانيه. لو وصلت لسن كذا ومثلا ما طلعش اعضاء تناسليه عندها يبقى احنا كده في مشكله عندها. انما البيبرتي او البلوغ متسابة في النفسيا والعقليا لغايه ما تبقى بنت جاهزه انها تشيل مسؤوليه. ده تعريف البلوغ اللي عند الطب، اللي هو بيبقى تقريبا كام سنه؟ يعني امتى البنت بتبقى جسمانيا قادره انها اقل تتجوز؟ اقل حاجه 18 سنه. اقل حاجه 18 اقل حاجه سنة. يعني البنت ما ينفعش تتجوز قبل 18 سنه. تمام. لو اتجوزت قبل 18 سنه جسمها هيتضر، هيحصل له مشاكل. لما جينا نتكلم على المشاكل اللي بتحصل، يعني لو قلنا انها اتزوجت عندها 14 15 سنه، يعني هقول لحضرتك الجهاز التناسلي من تحت لغايه فوق، من ساعه فتحه التناسليه الى المبيض مفيش جزء ما بيتضرش من اول علاقه الزوجيه. اللي هي مثلا بتبقى اقول لك ان انا هسطر البنت زي ما حضرتك بتفتكر ان مثلا البنت حصل لها فساد اخلاقي وانها لا، ده هي اساسا حجم المهبل لا يتناسب اساسا مع العلاقه الزوجيه تماما. نبدا بتهتكات، يعني حجم الجهاز التناسلي بتاعها مش ما لسه مش مستوعب ان هي تتجوز. ما ينفعش تقيم علاقه زوجيه مع راجل بالغ. تماما، من تهتكات، من صدمه عصبيه، من يعني تشنجات اثناء العلاقه الزوجيه، ما فيش مطاوعه، ما فيش حتى اساسا متعه لربنا خلقها العلاقه الزوجيه. ده من تحت. نبدا بالالتهابات، ضعف المناعه، الجهاز التناسلي من اول مهبل الى الرحم. كل فترة بيحصل التهابات، التهابات متكررة. في التهابات بتعمل حاجة اسمها التهابات مزمنة، يعني مثلا في كم ميكروب كده عندنا يمكن زمايلنا عارفينهم، الكلاميديا أو الجونوريا، دول بيقعدوا في عنق الرحم يعملوا لها لما توصل ل 20 21 سنة برضو عدم قدرة يعني على الإنجاب. يعني هي جسمانيا بتتأذي جدا، جسمها بيتأذي جدا لو اتجوزت بدري قبل 18 حاجة. سنة. كل حاجة، الرحم ضعيف، لسه المبيض ما اشتغلش، الهرمونات عندها ما ظبطتش، ما تقدرش تحمل. طب تعالى هقول لحضرتك بقى ليه اللي بتحمل. يعني ياما يقول لك مثلا طب ما في 14 و15 سنه وبيحملوا كل حاجه بقى، من سقط لعيوب خلقيه زي حضرتك التقويل اللي كنت زي ياسمين مخلفه بنتها عندها عيب خلق، كل انواع الهاي ريسك بريجننس، كل انواع التاخر يعني المضاعفات اللي بتحصل مع الحمل موجوده في السن الصغير والسن الكبير. السن الصغير قوي والسن الكبير قوي. كل اشكالهم من طلق مبكر لنزيف ما بعد الولاده لاستئصال الرحم. يعني تخيل حضرتك انها ممكن تحمل وبعدين تسقط وبعد كده النزيف الحاد، بندي ادويه والكلام ده كله وتشيل الرحم. طيب. يبقى انا اساسا ما اصبحتش عندها قدره على الانجاب طول العمر. يبقى احنا قضينا عليها، دمرناها. شفتوا ياسمين عندها وعي ازاي؟ انا يعني عشان في بعد الاجتماع شفتي ياسمين عندها وعي ازاي وعيها؟ والوعي ده مستو ان هو ده اللي يعمل حراك في المجتمع. ما هو المجتمع امتى يحصل له حراك؟ لما الناس لما تبتدي الناس يحصل لها وعي وتفهم ان هي عشان تتجوز. بس مش كلهم على فكره، هتشوفي لسه معانا تقارير ثانيه. ما هي ده دورنا، هتشوفي البنات ده دورنا هناك ان احنا لسه نبتدي برضه. ننقل ما هو دور المجتمع، دور المجتمع المدني ايه؟ دور المجتمع المدني ان هو يبتدي يعمل حراك اجتماعي في المجتمع. تمام. انقل الثقافه وانقل الوعي.
ايوه خلاص، اللي مش زي ياسمين نوصله زي ياسمين. طب اقول لكم حاجه يعني صادمه، ويمكن الاستاذ سامح يكون عارفها، انه في معظم الاماكن القرى اللي بتجوز بناتها بدري بيطلقوا بدري، وبيحصل فيه خيانه زوجيه كتير جدا في الاماكن دي، الناس مش متخيلاها. مظبوط يا استاذ سامح؟ اكيد انت على علم بالكلام ده. هي احنا كلمني عن كم الخيانه الزوجيه اللي بتحصل في البيوت في دي. في البيوت هقول لحضرتك على حاجه، احنا زي ما الدكتوره قالت رفع الوعي تمام، واحنا المجلس نزل بحملات كتيره جدا في الاماكن المنتشر فيها هذا.